أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين المناطقة والفلاسفة وأهل الكلام؟ المناطقة هم أهل الكلام، وأما الفلاسفة هم الذين يدعون الحكمة، يدعون الحكمة، والفلاسفة أغلبهم من الكفار. أما علماء الكلام وعلماء المنطق فهم من فرق من الفرق الإسلامية كالمعتزلة، ومن ذهب مع علم المنطق واعتمده دليلا أو برهانا في العقيدة، هؤلاء من المسلمين، يعني فرق من الفرق من فرق المسلمين، لكن منهم من خرج عن الإسلام ومنهم من ظل ولم يخرج من الإسلام على حسب درجاتهم. نعم. أما الفلاسفة فأغلبهم كفار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.